سفرنامه‌نویسی شرکت کردم و به توفیق الهی موفق شدم مقام سوم رو کسب بکنم. من بچم زهرا آکیول ترکیه دن بو توپلانتیده ikinci oldum. یعنی انا کمصور فوتوگرافی و بقیه الفنانین كرسام ونحات وممثل ومسرحي وناقد وكاتب يجب أن يرسخوا فنهم وعملهم في صالح هذه المسيرة الأربعينية وهي إيصال رسالة منظومية الإمام الحسين عليه السلام.